المظلوم فيه لا ينافي
منزل خلدي غبطته الأنبياء فله منزل خلدي غبطته الأنبياء أبدعت في السماء فهو للعرش أعضاء كوثر عذب نقي لا يضاهي به صفاء اليد اليمنى ودرع سبطي إن حل البلاء عطوف وجسور الفتي ووقور على الأهل غير على الكفر مغير على الآل غير على الكفر مغير على الكفر كل شيء قد حواه فيه أمسى كل شيء قد حواه في أنسى منتهاه جمع الأحوال قرا فما زال ذراه غبطته الأنبياء فله منزل خلد غبطته الأنبياء عطوف وجسور فتي ووقور على الأهل غير وعلى الكفر مغير على الكفر مغير
شباه تقي كافر رقيق قاهر وصول باكر في يمنى لواه به السبط اكتفى وآل المصطفى فنال الشرف وأعلى أي شباه تقي كافر رقيق قاهر وصول باتر بيمنى لواه به السبط اكتفى وآل المصطفى فنال الشرف وأعلى إذا اشتد عاشير وعزى المناصر بنصر الوحيد ستبلى السرائر إذا اشتد عاشير وعزى بنصري وحيدي ستبلى السرائر ستبلى السرائر أتاه يلبي مسرعة فكان المفزعة لخير من دعا هناك أخاه فداك مهجتي وكل اخوتي فما منيتي فداك علي اتاه يلبي مسرع فكان المفزع لخير من دعا هناك علي اخاه فداك مهجتي وكل اخوتي فما منيتي فداك يا النعيم فما منيتي